أعزائي المشاهدين، مساء الخير وأهلا بكم معانا في حلقة جديدة من بيت العيلة. بنستضيف أسرة جديدة، بنتعرف على أفرادها وبنتعرف على دور كل واحد في المجتمع إيه. الحوار ممتد والمجال مفتوح، والأسر المصرية اللي بتساهم في بناء أمجاد هذا الوطن لا تنتهي، فتابعونا. أسرتنا اليوم هي نموذج متكامل للأسرة المصرية المتوسطة بكل ما لها من مميزات وكل ما عليها من ملاحظات. أسرة تعاني في بداية رحلتها، فيقرر الأب الذي يعمل بالتدريس يقرر السفر للعمل بالخارج ليضحي بأجمل سنين عمره للحفاظ على سعادة واستقرار عائلته، ويختبره القدر اختباراً أشد حين يولد ابنه بعيب خلقي في عينيه يؤدي لفقدانه البصر وهو ما زال طفلاً، ويتماسك الأب وتمارس الأم ما اعتدناه من كل أم مصرية، فتقف خلف زوجها وابنها بكل قوة وتضحي من أجلهما بكل نفيس وغالي. وكالمعتاد تكون النتيجة التي تذهل الجميع حين تنتج لنا الأسرة أحد أوائل الثانوية العامة، حين ينجح الابن الكفيف ليس فقط في قهر ظلامه الخاص، وإنما في إنتاج فيض من نور يكشف من خلاله أحوالنا ومشاكلنا بنظرة ثاقبة يفتقدها الكثير من المبصرين. أسرة عنوانها التضحية. أهلا بكم مرة تانية، بيسعدني أن أنا أقدم لكم الأسرة اللي معانا النهاردة اللي بتمثل فعلا رمز من رموز الكفاح والنجاح. معانا أسرة الأستاذ ناصر عبد المعز عبد الغني، مدرس رياضيات. أهلا بيك. أهلا يا فندم. ومعانا الزوجة الأستاذة ليلى نظمي. أهلا بيكي. ومعانا أحمد. أحمد أهلا بك يا أحمد. طبعا الأول بس أنا كنت عايزة أقدمك. أحمد حاصل على المركز الأول ثانوية عامة أزهر مكفوفين. ثانوية عامة أزهر مكفوفين حاصل على المركز الأول. أولا مبروك، مبروك النتيجة الحلوة والنجاح الباهر ده يا أحمد، ألف مبروك. ولما قلت في البداية إن رمز كفاح ونجاح فأنا مش ببالغ. إحنا هنشوف من خلال اللي هنسمعه والتفاصيل اللي هنسمعها انها فعلا كانت رحله كفاح. بس اسمحوا لي الاول ابدا بسؤالنا اللي ببدا بيه دايما، وهو ان انا ببقى عايزه اعرف وارجعكم وارجع معاكم لذكريات اللقاء الاول والتعارف ما بينكم اللي كون الاسره الجميله، ان انا عارفه ان في ثلاث بنات كمان غير احمد. فاسمع من مين بقى؟ استاذ ناصر ولا استاذه ليلى؟ اتفضل. طبعا مدام بنت خالي قرايب يعني. تمام، فكده خلاص احنا عرفنا بقى ازاي التعارف. لكن علشان تتحول برضو من بنت خالك، احنا دايما نقول هنا العلاقه بتبقى اخويه، فازاي العلاقه هنا تحولت بقى لانك تفكر فيها كزوجة؟ والله يعني انا يمكن من قبل الجواز كنت بفكر في ان اتقدم ليها وكده، لما جيت اتخرجت وحصلت على خرجت من الكليه، فتعرض الموضوع عليا من خالاتي ووالدتي ان اخطبها وكده. ايوه. فكان انه مكلموا خالاتي. بس قبل ما يتعرض عليك انت قلت واعترفت ان انت كنت بتفكر. انا كنت بفكر بس يعني هنا يعني كان في اعجاب. بس طبعا احنا بنتكسف يعني نقول يعني مش كده يا استاذه ليلى، كان ان انا كنت خايف يعني ما يحصلش قبول او كده. ايوه، على اساس ان لسه متخرج ولسه قدامي وقت ان انا اكون نفسي ما كنتش يعني جاهز مثلا ماديا او الامكانيات مش جاهز. متوفره قوي حتى كنت لسه ادخل الجيش ولسه اتعين. ايوه. انا طبعا اتخرجت على طول، تعينت يعني، كان ايام كليه التربيه بيتعين على طول يعني اول ما اتخرجت.
فلما لقيت في الوقت قبول و... الجميل ده اللي اه هو أول ما تتخرج اه كان تعيين على طول بتلاقي سنة 90، التعيين على يعني طول يعني. 1990. أي. ف خالتي ووالدتي اللي كلموا خالي، ولما لقوا ترحيب وقال لي تقدم وبعد كده تستنى شوية لحد ما يكون نفسه يعني. وانتجتوا ده بقى حصل. الاسره الجميله، 3 بنات، يا ريت يعني نقول اسمائهم على عندي آية، آية وآلاء وأفنان. وافنان. اه آية وألاء وأفنان، وأفنان وفي بقى وأحمد. أحمد. أحمد في النص. أحمد في النص. أيوه أحمد. اللي أعرفه إن هو اختار يدرس في الأزهر، وأنا عارفة إن طريقة الدراسة هنا ما كانتش سهلة يا أحمد، خصوصا إن أنت ما لجأتش للطريقة المعتادة اللي بيلجأ لها أي كفيف، وهي البرايل. إبراهيم. فهنا ليه يعني، ليه انت اخترت الدراسة العادية؟ هو انا اولا بسم الله الرحمن الرحيم، يعني اولا انا كنت طبعا ده ادرس في السعودية طبعا، ودراسة في السعودية كان فيها مواد شرعية وعربية، وانا حفظت القرآن كمان، فحبيت المواد الشرعية والعربية، وحبيت ان انا اكمل في طريق القرآن والعلوم الشرعية. فلما جيت انزل مصر هنا بابا قال لي يعني هتختار تروح المدارس البرايل وتخش كلية، وتروح يعني وتخش في الكليات العادية الأدبية، ولا تروح الأزهر وتشوف كلية شرعية وكده. قلت له والله أنا يعني فكرت وكده، بس حبيت يعني حبيت الكليات الشرعية وحبيت المجال الشرعي، فاخترت الأزهر يعني الحمد لله. الحمد الحمد لله. لله. طيب كان في صعوبة مش كده يعني، وعارفة إن كان في عقبات كثيرة. هنا أحمد بطل وإنتي كنت بطلة يعني، لا تقلي برضو عنه لأن إنتي ساعدتيه كتير. الحمد فأنا لله. عايزة إن إنتوا تبقوا، أصل إحنا بنبقى أولادنا عندهمش أي مشاكل ولا عقبات وبيشتكوا دائم الشكوى، واحنا شايفين يعني حتى الشباب عامل ايه على ثانوية عامة والشكوى والتذمر فانا هنا بقدم نموذج انه مش بس نجح، لا ده اختار الدراسة العادية واختار ان هو يعني تفوق، طلع الاول كمان مش مركز متقدم، لا ده الاول. فهنا هو نموذج انا هرجع له تاني، وانت هنا نموذج يحتذى. فكنت بتساعديه ازاي؟ من الأول يعني ولا من الأول اللي هو الثانوية؟ لا نبدأ بالثانوية وبعدين هرجع بقى بعد كده هو في معاكي. الثانوية السنة دي بصراحة زميلي مصطفى كانوا بيذاكروا مع بعض أغلبية الوقت بالنسبة للأدبي والشرعي، هو مصطفى علمي بس أحمد أدبي، أي فكانوا بيذاكروا المواد الأدبية والشرعية، فخف عني أنا في المذاكرة شوية السنة دي السنة دي. ثانوية عامة. أي ليه؟ لأنه كان أغلبية الوقت بيذاكر مع مصطفى الأدب الشرعي عربي والعربي. العربي. طب ما هو برضه لازم نذكر دور مصطفى. مصطفى ماشي اكيد طبعا. صديق اه ليه؟ صديق الصدوق. ساعدك مصطفى ها؟ اكيد. اه كتير وكان تشجيع ليك. اكيد. اه كتير، أي. هما كانوا بيشجعوا ان شاء بعض الله يعني. أي. حتى ما يبقى في فتور وهو من دي هي دي ناحية. الصداقة اه لا حتى مصطفى ما يلاقي احمد مش قوي يقول لي احمد مش مذاكر كويس، أي اشد انا عليه بقى أي لا ما يعني شاء الله كلهم جاب درجة برضه حلوة يعني مصطفى. مصطفى برضه ما شاء من الله جايب المتفوقين 97 إن شاء الله يعني. تمام. واضح ان انت بقى عندك قصص قبل كده في المذاكرة. كتير. انت كنت بتسجلي له ده اللي انا كان الاول خالص كنا بنسجل على شرايط، بعدين بقى لما بدأنا على شرايط كان اصلا بتاع حتى معهد حفظ القراءات. القرآن كان على شرايط، حتى هو كان هو بيلعب باللعب كده، كان والده على طول حريص ان هو يحفظ القرآن، كان حتى هو بيلعب يقول لي سيبيه له سيب الشريط مفتوح، هو حتى يفضل ودنه هتاخد على انه يسمع الحاجه واكنه بيراجع ده يوميا، كان مراجعه يوميا حفظ كل يوم صفحه ومراجعه هو واخته مع بعض. ايوه هو وبعدين لما اكون انا مش فاضيه مثلا هو واخته يسمعوا لبعض تمام. ويراجعوا مع بعض يوميا لازم. ايوه فلما كبر بقى لما بدأ يعني يخش المدرسه بقى وكده بدأت أعمل له بالشرايط، يعني أسجل له الأول بالصوت كده المواد اللي هو محتاجها تسجيل بسجلها له. لما كبر شوية بقى وبدأ يخش المراحل الأكبر بدأ بقى كمبيوتر وكده، وبدأ هو يعرف يتعامل مع الكمبيوتر، بدأ يعمل على الإيه أسجل له وهو ينقله على الفلاشة ويرجع يحطه تاني على طب الإيه بتتعامل على ازاي مع الكمبيوتر. الكمبيوتر هنا يا احمد؟ اه يعني اتعودت دربت نفسك ازاي؟ هو طبعا انا كان الكمبيوتر كان بدأ طبعا معايا، يعني بدأ ان الاستاذ اللي كان بيعلمني برايد يعني الاستاذ عمران بدأ يعلمني فيه وكده، بس طبعا انا ايه يعني ما ركزتش مع الكمبيوتر بعد يعني بعد ما تركت الاستاذ لما جيت هنا وكده قوي. وبعدين بدأت يعني ايه
بدأت مع الوقت كده يعني أبدأ أتعلم مع نفسي وأطور في نفسي وأتابع في الناس المكفوفين اللي بتشرح على النت وكده. لما جبت النت لحد ما يعني الحمد لله بقيت كويس أو على الكمبيوتر يعني. توقعت ان انت يعني تبقى الاول على مستوى الجمهورية؟ من ناحية كده يعني أنا الأول يعني الحمد لله كان يعني أنا كنت برضو لما في تالتة إعدادي جبت الرابع، يعني حسيت ان الموضوع كويس يعني مش صعب، مش بعيد عنك. ممكن يعني ممكن ان انت توصل تبقى من المتفوقين. فقلت بقى نبدا السنه كسنه نبدا السنه نذاكر ونشوف شغلنا. ولما جيت على الامتحانات بقى يعني وكده بدات الواحد يعني يثق في نفسه بشكل اكتر يعني، ويحمد ربه ويبقى في ثقه في النفس الى حد كبير يعني، وفي ثقه في قدراتي. وبدات في الامتحانات وكده يعني، قلت ان شاء الله ممكن ان شاء الله اجيب حاجه، بس يعني مهم ما الثقه توقعتش. بالنفس يعني غير المذاكره، مهم ان انت الطالب اللي داخل على امتحانات طبعا هي الثقه، ان هو يبقى عنده ثقه بالنفس. الثقه من النفس طبعا جزء من الثقه في الله تعالى. يعني انا شايفه ان هي مهمه جدا، مش بس المذاكره، لازم الطالب يبقى داخل عنده شويه ثقه بالنفس، شويه راحه نفسيه. ده هيفرق قوي في اسلوب اجابته، لان عدم الثقه ممكن ينسيني اصلا اللي انا مذاكره، ينسيني الاجابه. في الامتحانات يعني ولا في الدراسه؟ الدراسه والامتحانات طبعا، بتكلم هنا على الامتحان بقى. اصل في الامتحانات يعني في الامتحان برضه هو الانسان في الوقت الامتحانات يعني بيوازن ما بين الخوف ان هو برضه يبقى فيه قلق شويه عشان ما يهملش، وغير كده برضه يبقى فيه ثقه في قدراته طالما ذاكر طول السنه وتعب طول السنه. لان ده طبعا الثقه، لما يبقى الانسان واثق في نفسه ده جزء من الثقه في الله تعالى يعني. لان الانسان لما يثق في الله يوثق طبعا ان ربنا اعطاه قدرات كبيره ويقدر يعمل بيها حاجات كتير. لكن يعني انت شايف ان القلق صحي؟ القلق صحي لا علشان لا طبعا احاول ان انا اتفوق واتميز واجيب كل اللي والا عندي، والا الانسان يبقى مهمل. لما يبقى في نسبه قلق يخلي الانسان ما يعني ما ينساش الشغل وما ينساش اللي وراه ما ينسى. لكن ممكن يعني حتى لو جت فتره مثلا يعني ما قلقش شويه، بس هيجي بعد شويه يقلق. لكن لازم يبقى في توازن كده، وفي يعني اخذ شد ويعني يعني يروح اخذ وشد كده يعني. هو حضرتك مدرس رياضيات، ورياضيات يعني شخصية وعقلية مش عادية، مش نمطية، ومنظم ومخ رياضي. أفدت كنت بتذاكر لأحمد فترة من الفترات بتساعده، ولا كان كل الحمل ملقى على الأستاذ؟ لا لا لا، هو أنا الأول خالص يعني ما بديت مع أحمد لما فكرت ولقيته وضعه مش هيبقى النظر ممكن بعد كده يتحاشى وكده. هو خلينا نقول ان احمد كان بيشوف لغايه ثالثه ابتدائي. ثالثه ابتدائي. لكن كان بس بدات اصلا حوالي مترين يعني ما كانش يقدر يدرس بالدراسه العاديه. فاول حاجه فكرت ان انا اخليه يحفظ قران واعوده على طريقه انه يقدر يحفظ، يبقى عنده ملكه الحفظ شويه. انميها له. يعني احمد نتاج في مجهود هنا وفي عقلية منظمة وفي أم كافحة. من الأول أنا حطيت في دماغي إن أنا أحفظه القرآن وأخليه يتعود إنه يحفظ. بدأ من عنده 5 سنين. أي. ماشي، فبدأت معاه من قبل ما يدخل المدرسة. من وأنت عندك 5 سنين؟ أربعة يعني. ولا أربعة؟ أربعة لما كنا في أربعة ما حفظتش حاجة. أربعة أنت كنتوا بتحاولوا معاه من هو عنده 4 سنين، لكن بدأ يحفظ من 5 يعني. لما رحت السعودية. لا، هو 4 سنين كان هنا، كان في مصر، كنت أنا سافرت أول سنة وسبتهم. هو راح معاك السعودية؟ حضرتك كنت راح معايا بعد تاني سنة. بتدرس هناك في السعودية؟ رحت درست هناك في السعودية. فمن أول ما بدأنا نحفظه جبت له واحد يعني في مدرس في البلد هنا جبناه له يحفظه. تمام. فحفظ معاه بسيط يعني، كان لسه صغير. أيوه. أما راح السعودية كان عنده 5 سنين، بديت أنا أخده معايا وأوديه هناك الحلقات برضه مساجد مع تحفيظ وكده. بس هو تفوق احمد مش في حفظ القران بس، ده البدايه. هو دي البدايه القران. انا ركزت ان انا اخليه يتعود على طريقه انه هيتعامل بعد كده بالسماع. ايوه، يعني هو كله يعني. انا من وقتها كنت بستخدم التسجيل من وقتها انا عندي 5 سنين لوحدي. كنت انا اللي بصحى اصحى الصبح كده وماما نايمه وبعدين اشتغل احفظ بالتسجيل. ايوه. على فانت علمته يعني ايه يقدر يحفظ ويعتمد على الذاكره، التسجيل والجزء اللي هيحفظه ويرجعه تاني لما بدا ايه يتعود على طريقه التحفيظ، لدرجه ان هو بقى يحفظ بسهوله. ايوه. في الاول كان بيتعب وياخد وقت، بعد كده شويه بشويه بقى خلاص بقت عمليه التحفيظ ممكن يحفظ الصفحه كامله في مده بسيطه يعني، في وقت زمن قياسي يعني. بدا يتعود على كده.
حتى الدراسة برضو دخلته ان انا ندرس بطريقة برايت. مدارس هناك انه بيدرس مع الطلبة عادي، بس كان بيبقى مدرس خاص ليه اسلوب الدمج يعني، يدرسوا البرايل والمواد العادية يسمعها مع المدرسين، فبقى بيشتغل بالاثنين كده الدمج زي ما احمد بيقول. اسلوب الدمج بين البرايل وبين العادي. المدرس كان بيدرس له الرياضيات واللغة العربية كاملة، ويدرس المواد الدينية مع المدرسين في الفصل، يرجع يروح فصله مع زمايله ويدرس معاهم الرياضيات والعلوم والحاجات دي. طيب فتنمى عنده الاثنين كده. أحمد أنا عارفة أن الثانوية عامة بالنسبة لك في الأزهر يعني صعب، لأن بيضيفوا مواد كمان على المواد العادية، مش كده؟ بيضيفوا إيه مواد إيه؟ طبعا هو الثانوية الأزهرية من ناحية الأدبي، طبعا أنا آسف مش هتكلم على العلم، لكن من ناحية الأدبي بتنقسم إلى 3 حاجات: الثقافي اللي هو طبعا المنطق، بناخد المنطق الحديث والتاريخ، وطبعا في حاجة الجغرافيا، بس الجغرافيا بيبقى بدلها للمكفوفين قراءات، ده كده، وفرنساوي وانجليزي، دي كده اللي هي المواد الثقافيه. في بقى المواد العربيه، في طبعا صرف ونحو، وبرضه في عندنا البلاغه والادب والنصوص، وبعدين مش ان انا بقسمه، بس الشرعي طبعا فقه وتفسير وحديث وتوحيد وقران، وطبعا الفقه مع جزء اللي هو المواريث. يعني احنا عشان نقول اول على ثانويه عامه ازهر يعني صعب، يعني ما انا صح، انا بعتبر صراحه ان العام تلت الازهر، دي فكرتي دايما، يعني بعتبر الثانويه العامه تلت الازهر، لانك بتاخد نص، لان درجات الازهر حتى مقسمه كده، تلت الدرجات عربي، تلت الدرجات شرعي، تلت الدرجات. كنت بتقعد تذاكر كم ساعه في اليوم يعني؟ مش مقسم وقتك ازاي وبتذاكر ازاي؟ طبعا انا في بدايه السنه يعني ايه، طبعا كان الحمد لله كان معانا الاستاذ، يعني الاستاذ خالد وكده، واساس وكذا استاذ، يعني كانوا بينصحونا برضه وبيدونا نصايح وكده، واحنا كنا يعني مهتمين بالموضوع انا ومصطفى. فطبعا بدانا ان احنا ايه، بدانا بدايه بسيطه كده عاديه، المذاكره الطبيعيه اللي في اي سنه، نبدا ناخد الدرس ونراجع، ونيجي في اخر الاسبوع نراجعه، بس طبعا بحب اتقان يعني، مش باهمال، ونبدا وبدانا بقى نشد مع الوقت كده يعني زي ما ربنا يسرها كده. بس طبعا كانت يعني اوقات المذاكره ما كانتش يعني محدده بالظبط، كان كل يوم على ما قد الواحد يقدر، ويعني يحاول يذاكر كتير. وباقي يعني بقى الاهتمامات، في اهتمامات تانية؟ لا بس انا صراحه يعني عشان تالته انا ايه، في السنوات العاديه ممكن اهتم باكتر من حاجه، لكن انا في تالته حاولت يعني اقلل من الاهتمامات التانية شويه، مثلا مع الكمبيوتر اقلل منه شويه الساعات الكميات، يعني لو قعدت اقعد بسيط خالص. مثلا القراءة ممكن حاجة كده لو جت حاجة يعني عجبتني فجأة كده ممكن أقرأها، لكن مش عامل لي حاجة منتظمة كده. مش بتحس برضو لكن طبعا كنت يعني بتحس ان انت لازم تبقى عندك اي هوايات اخرى، انشطة تانية، علشان يعني يعني ممكن يعني الواحد يتسلى شوية، يقعد مع اخواته شوية، مش عارفة ايه، دي طبعا كانت بتسليه. وغير كده اما بيبقى معاك صاحب يعني في المذاكرة بتساعد، بتدي طاقة مضاعفة يعني. ايوه فيعني كده كان كنت تتوقع ومتوقعين ان احمد يبقى الاول على ثانويه عامه؟ استلقيته الخبر ازاي؟ يعني كل واحد لوحده يقول لي يعني. هو انا احمد انا متوقع انه يبقى من الاوائل يعني، بس مش الاول. دي كانت مفاجاه. انما هو طول عمره من اول ما درس وكان متفوق على طول. ايوه يعني كان على طول اول على طول في هناك في على زمايله السلام يعني، المدرسين نفسهم درست انا خدته، كنت جيت في فتره من فترات كنت في مدرسه كان هو معايا. ايوه في المدرسه مدرسين بصراحه هناك يعني يقولوا هو احسن من الصحيح. ايوه يعني واحمد كان مريح اللي شغال معاه، المدرس اللي كان شغال معاه كان واحد مصري استاذ عمران، كان هو اللي متوليه لحد سنه 6. فكان التفوق باين عليه من سن بدري، من عمره صغير يعني، كان اول على طول هناك. توقعت ان هو يبقى الاول؟ استقبلت الخبر ازاي؟ استاذ عمران فرح طبعا بدي قوي، لسه على تواصل معايا طبعا. هو برضه زميل بابا وغير كده، وحتى جميل، احنا مفتقدين العلاقه دي اللي بين الاستاذ وتلميذه، وانت بتقولي هيجي له كمان ابتدائي ده في من الوادي الجديد اهو. ايوه بعيد عننا جدا. جاب لي صور من 6 ابتدائي في التكريم بتاعي ومش عارف، نزلها له على الفيس وبيقول لي انا خدت حتى منك الجو، بقيت كل المباركات ليه. جميلة العلاقة دي يعني نقول هنا اذا كان احمد متفوق ونجح فهنا
الأم لعبت دور، الأب لعب دور، الصديق لعب دوره الصح، المدرس لعب دوره الصح. يعني لما بنلاقي قصة نجاح مش بتبقى جاية بالصدفة، بنلاقي إن كل واحد عمل الدور، وهي هي مجموعة، هي هو نجاح جماعي. كل واحد ليه دور صراحة، فكل واحد ليه دور يعني. يعني مدرسه أستاذ عمران ليه دور معاه جامد، ومدرسينه اللي درسوه اللي هنا طبعا درسوه هناك كلهم يعني ليهم دور كويس، وحتى المدرسين هنا. ايوه يعني كانوا بيشجعوه جدا يعني. انت دورك انت مع احمد في حكايه ان انت تذاكر له او تساعده من اعداديه مش كده؟ ولا لسه لحد معهد القرارات يعني لحد الاعداديه، لحد ما تاني اعدادي لما جبت مصر وخلاص، وقلت له انت يعني عايز تدرس ايه بالظبط؟ فلما قال على الازهر، حتى ما رحنا قدمنا الازهر كان فيه اخر موعد انه يقدم، لانه الازهر ما بياخدش اللي جاي من مدارس عاديه الا من اخر سنه وتاني اعدادي. فانتوا لحقتوا يعني في اخر وقت يعني سبحان الله يعني. هو لحد الفتره يعني. دي انا كنت بتابعه لحد ما ختم القران، وكنت بذاكر الرياضيات بالذات، كان حتى ساعات يسالني فيها وكده قاعده. انت غير انك ختمت القران بتقول كمان في التجويد. التجويد طبعا مش معهد قراءات، انا دخلت معهد قراءات. كان طبعا قعدت سنتين، وانا في سنتين في السعوديه كنت باخد مرحله التجويد وباجي امتحن هنا، فطبعا كان بابا اللي بيسجل لي وكده في الفتره دي، وكان بيقعد يذاكر لي، غير ان هو كان بيقعد يحفظني احاديث ومش عارف ايه كده يعني. ايوه كنا بنقعد، كان كل ما مثلا ما يبقى في فاضي شويه يقعد يحفظنا شويه، يسجل لي شويه مش عارف ايه، واقعد انا بقى لما هو يمشي اسمع التسجيلات والحاجات. طب انا متشوقه قوي يا احمد اعرف انت بتتمنى ايه، انت حلمك ايه؟ انا حاسه ان انت ان شاء الله هتكون حاجه يعني. اسمحوا لي بس ادعوكم ان انتوا هنخرج لفاصل قصير ونرجع نستكمل حوارنا. هقول كلمة للناس اللي زينا ويمكن أحسن منا، وهقول لهم افتكروا الأبطال اللي في جميع أنواع الرياضات من اللي ذوي الاحتياجات الخاصة، افتكروا الناس دي كلها. وبالعكس المجتمع لازم يقوم بدور كبير جدا مع الناس دي، ومش لازم نستعمل كلمة معاقين، لأنه الناس دي ليها عقل وزينا بالظبط. وكمان ملاحظة انه مفروض من السياسيين قبل المجتمع هم اللي يوجهوا المجتمع للقيام بدوره نحو الناس دي، لانه دول اخواتنا وناسنا وابني وابنك واخويا واختك، ولازم يندمجوا في المجتمع من غير اي فوارق ولا اي مميزات. احنا دورنا في المجتمع ان هو بيبدا من البيت، اللي هو عنده شخص او طفل او احد افراد الاسره معاق، فالمفروض المعامله تبقى معاه بان هو سوي، ما يقلش عننا حاجه، ويهتموا بيه ويحاولوا ان هم ينهضوا بيه في الرياضه وفي العلم، ويعني يودوه مدارس متخصصه، والدوله المفروض ان تزود عدد المدارس ديت وتمد المدارس ديت بالتكنولوجيا اللي وصل ليها الغرب في التعامل مع المتحدي الاعاق. المفروض احنا نوفر له اولا نوفر له وظائف في 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 في, في جميع المجالات، نوفر له في 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 وسائل المواصلات العامه، نوفر له مقعد يليق بيه. الناس دي اساسا نوفر لهم زي ما هو الدوله عامله دلوقتي يعني بتاع تصاريح مجانيه اللي هم بتاع، برضه نسارع ونكتر الموضوع ده عشان الناس دي فعلا لهم حق علينا. الناس دي فعلا من الناس اللي هي رفعت راسنا اكتر من الاصحاء. الناس دي جابوا لنا ميداليات في الرياضه ان الاصحاء ما جابوهاش. بنديله فرصه ان هو ينجح في مجال، او لو عنده حتى موهبه بنلاقيه بينجح وبياخد ميداليات وبياخد بطولات لو حتى عنده موهبه، سواء في الرياضه سواء في الغنى. واحنا واجبنا ان احنا نساعده، ما نحسوش بالامل، نحسسه ان البني ادم لما بيكون في دماغه حاجه عايز يحققها بيسعى ليها، وربنا بيكرمه وبيوفقه. اهلا بيكم مره ثانيه، بستكمل حديثي مع احمد الحاصل على المركز الاول ثانويه عامه ازهر مكفوفين.
أحمد، أنا سألتك على قبل الفاصل طموحاتك إيه؟ أنت بتحلم بإيه لنفسك؟ أكيد أنت راسم مستقبل معين أو حلم معين ليك. يعني أنا طبعاً من وأنا صغير كانت فكرتي، يعني أنا من وأنا صغير لما بدأت أحفظ القرآن وكده وبدأت أتابع الإذاعة هناك طبعاً وهنا، يعني حبيت جداً إن فكرة العلوم الشرعية، وحبيت الشيوخ، يعني حبيت إن أنا أبقى زي الشيوخ دي يعني. فلما يعني بدأت جيت بقى هنا وكده عرفت ان يعني من احسن الطرق لكده ان انا يعني ايه ابقى ان شاء الله كده استاذ جامعي يعني في الجامعه، وعشان اقدر اخدم الناس يعني واخدم المسلمين يعني ان شاء الله. يعني انت عايز تبقى استاذ جامعي بدرجه اولى علشان الهدف الاول ان انت تخدم الناس. ان شاء الله ابقى عالم كده ان شاء الله. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله تحققها ان شاء الله. قول لي ايه اكتر صعوبه بتواجهك وانت بتدرس الازهر؟ هو طبعا انا من ساعه ما جيت من الازهر كان طبعا جيت الازهر ودي مشكله بتواجهني وكل المكفوفين في الازهر، مشكلة طبعا توفير المناهج. هو طبعا الأزهر بيعتمد إن الطالب بيروح المدرسة أو بيروح المعهد وكده ويعتمد على السماع وبعد وفقط يعني، وهو بقى في البيت يذاكر حد يقرأ له حد كده، فبتيجي مشكلة. يعني أنا كنت في تالتة إعدادي كان مصطفى بيذاكر معايا كتير فوفرت معايا كتير، وبعدين ماما كانت بتسجل لي وكانت المناهج أبسط شوية. جينا دخلنا الثانوي طبعا دخلنا مع كتب علماء كبار برضه وكده، فبدات الدنيا تبقى صعبه ان تقعد تسجل لي ده الكتب دي يعني. فبدات معلش انا عايز اسال، يعني ايه تسجل لك؟ يعني انت بتشرحي هنا الدرس ولا لا بقرا له يعني؟ بتقري الدرس قراءه بس؟ اسجله يعني مش شرح مثلاً ولا لا على الموبايل مثلا وهو بيرجع يسجل تاني على الجهاز. تمام، على الكمبيوتر. هو عنده جهاز للمكفوفين ده غير جهاز تاني؟ عنده جهاز تاني يعني. جهاز بسطر البرايل، ياخد التسجيل وينزله على الجهاز يقدر يقرا برايل، يقدر يقرا برايل او يسمع او يسمع سماعي فيه. تمام. فده ساعده كتير طبعا. حلو، التقدم برضه التقدم ساعد كتير. عارف يعرف برامج على الكمبيوتر انه يقدر يخش على الكمبيوتر ويذاكر عليه. فديت ساعدته برضه. فانت هي دي المشكله الاساسيه في الازهر. ما هي ليها بقى يعني هم. فانا عملت ايه؟ جيت في الاولى ثانوي وثانيه ثانوي اعتمدت طبعا على اعتمدت في المواد الشرعيه والعربي على شرح الاساتذه. بقيت اعتمد على شرح الاستاذ ان انا اسجله وارجع منه، وكان مثلا بعض الكتب دي كانت في مثلا كتب شرح ابن عقيل والاشبال، الكتب دي كتب طبعا مش للازهر خاصه يعني كتب علماء وكده، فكنت بشوفها اجيبها من على النت واقراها يعني زي شرح الاستاذ وكنت اقراها وكده. فيعني مشيت السنتين دول كده، وكان في بقى مثلا المواد بعض المواد بسجلها وبعضها ممكن مثلا يبقى في مذكرات حاجات للفرنساوي وغيره، كان طبعا ميسي بيديني المذكرات فكنت اقدر اذاكر منها يعني. جيت بقى دخلت ثالثه ثانوي اتغير المنهج، فما قدرتش اعتمد على الكتب الاصل نفسها، لان الكتاب الاصل بدا يتحذف منه اجزاء زودوا اجزاء بعض التفصيل، فما مرضتش ان اعتمد عليه بحيث ان انا يبقى معايا نص الكتاب المدرسي. وبقى طبعا انا بحب يعني الاستاذ علمنا الاستاذ بالخالد يعني علمنا ان كتاب المدرسه ده يعني هو الاصل في الاصل في كل حاجه يعني. لو بنقول عيوب الازهر او العقبات اللي واجهتك، اكيد في بقى مميزات يعني ايجابيات. نلخصها في ايه؟ ما احنا قبل دي طبعا يعني انا يعني اخلص بس الموضوع عشان دي بقول الفكره. فعملت ايه السنه دي؟ عملت وديت طبعا لجمعيه وطبعوا لي كتبوا لي الكتب على الكمبيوتر وطبعوها لي برايل وبعضها سجلتها. فكانت دي يعني انا كنت اطالب يعني لو يبقى حاجه تبقى جميله طبعا في الازهر ان توفر مثلا الكتب دي تبقى مسجله على النت واي طالب يقدر ينزلها ويشتغل ويشوف شغله من عليها، وتبقى متوفره برضه وورد او كده بحيث ان اللي عايز يطبعها ياخدها لاي جمعيه تطبعها له ياخدها لاي حاجه، لان طبعا مش كل الطلاب المكفوفين عارفين برايل، طلاب الازهر يعني المكفوفين عارفين برايل، في منهم كتير يعني بيعتمدوا على السماع. هو برايل محتاج ان دراسه علشان انا اعرف اذاكر بطريقه برايل؟ من ناحيه برايل يعني برايل طبعا هو بيعتمد هو على حاسه، مش هو الحروف البارزه ما هي حروف البارزه مش نفس الحروف الطبيعيه يعني مش ان احنا بنرسم الحرف الالف مثلا كده بالطول او مش نفس الشكل، هو بيعتمد ان ايه بتعتمد على خليه برايل، خليه برايل اللي هي ست نقط بتتكون منها طبعا الحروف يعني. إن مثلا إن كانت النقطة الأولى بس هي اللي ظاهرة وبقية النقط فاضية تبقى دي حرف الألف، النقطة الأولى والثانية يعني هي ليها أسلوب تاني أسلوب. فطبعا بتحتاج أول، مش كل المكفوفين عارفين برايل. لأن طبعا اللي بيخش الأزهر من أول ما بيتعلمهاش، بيتعلمها من بره أو كده. أيوه.
بتبقى الاول بيعمل حاجات يعني تحسين حاسه اللمس، وبعدين يبدا يعرف الخليه وكده ويبدا يتعلم بقى الحروف. تمام. طيب نرجع بقى للايجابيات والمميزات الدراسه في الازهر. طبعا انا اكتر حاجه حبيتها في الازهر يعني ان انا اخد يبقى يعني ما تقتصرش تعليمي او يعني ان انا ثقافتي مقتصره على بس شويه المواد الثقافيه وخلاص، يعني ان انا ببقى عندي ثقافه عربيه كويسه جدا عن الكتاب، يعني اقوى طبعا من المناهج العام، وبرضه بتبقى طبعا الثقافه الشرعيه دي حاجه جميله طبعا. يعني انا حابب ان يبقى التعليم في مصر يبقى فيه برضه جزء الثقافه الشرعيه ده قوي شويه، زي ما يعني يبقى عامه الناس عارفه يعني حاجه كويسه عندنا، يعني تبقى عارفه حاجات كتير عندنا يعني. ايوه استاذ ناصر، حضرتك مدرس ومدرس رياضيات، يعني مشاكل التعليم كلها اللي احنا بنقعد نتكلم فيها انت شايفها، انت بتمارسها وشايف التجربه العمليه وحاطط ايدك على مشكلات ممكن نكون احنا مش عارفينها، فبتلخص بايه او يعني او فكرتك في ايه لما بنقول تطوير التعليم، تغيير اسلوب التعليم عندنا ومناهج التعليم واسلوب التحصيل بتاعه الطالب، تقدر انت تلخصها في ايه من خلال التجربه العمليه؟ مدرس اول حاجه اذا انا اهتميت بيه هيبقى التعليم كويس. ثاني حاجه الطلبه، يعني انا لما امسك الطالب من انا هنا كل مشكلتي اقول الثانويه العامه، ما امسكش من تحت من ابتدائي، يعني عندي اهم حاجه العيل الصغير، اولى ابتدائي وثاني ابتدائي وثالثه ابتدائي، فين الاهتمام بيه؟ اهتمام عندي بثالثه ثانوي بس. انت شايف ان ثالثه ثانوي ده تحصيل، ده الناتج النهائي، لكن انا لازم اهتم بالطالب. لو مهتم من صغير هيطلع في المرحله اللي هو صغير فيها. لو انا مهتم اطلعه مؤسسه من كويس من ابتدائي هيطلع مرتاح في ثانوي ومش هيعمل لي اي مشاكل، وهتبقى الثانويه سنه عاديه جدا زي اي مكان. انما انا مهتم بالثانويه وعامل مشكله الثانويه وكله الثانويه والمشاكل اللي عاملها للثانويه وسايب الابتدائي. انا عندي مفروض مدرس الابتدائي اهتم بيه جدا، والطالب الابتدائي نفسه اهتم بيه اكتر من الثانوي يعني، وبعدين اخف من الزحمه اللي في المدارس يعني. يعني عندي ما يبقى الفصل فيه 60 و70 ولا 50 ولا 40 ده كتير. ايوه يعني الطالب مش هاخد حقه وخليه يلجا للدروس بالظبط. يعني اصلا الطالب لجا للدروس ما بيبقاش عايز في المدرسه. انتوا مع احمد لجاتوا للدروس رغم ان انت مدرس، رغم ان انت ضد القصه دي، لكن انت اضطريت. انا مدرس واقول لك ما فيش حد مش لاجئ للدروس، والناس نفسها لاجئه للدروس، الناس نفسها خدت. انا كنت بعتبر الدروس ديت الناس واخداها يعني بشبهها بواحد ابتدى يتعلم سجاير ما يقدرش يسيبها. ايوه انا جربتها لما كان طالب امسكه وخد عندي سنه خلاص، يمكن يجي تاني سنه ولا بعدها ماسك معايا، لازم يبتدي معايا من اول الدراسه. لو خد معايا في سنه من نص السنه ولا من اخر السنه يجي من اول السنه تاني سنه يقول لي استاذ انا هاجي معاك. ايوه مع ان كنت يعني انا افتكر طالب، كان عندي طالب شاطر متميز جدا هنا، قلت له يا ابني انت يعني مش محتاج الدرس بصراحه، انا مش يعني قال لي يا استاذ شوف انت ما بتديش دروس؟ لا انا كنت بدي، انا ما قلت لك ما بديش ماشي، انا ولد شاطر بقول له انت مش محتاج الدرس، يعني ايه اللي بيخليك تاخد وبتركز في الدرس ومتركز في الفصل؟ قال لي يا استاذ انا في الفصل ما بقاش عايز افهم خلاص. انا هو اتعود على كده، هو المدرسه رايحه كده منظر، هو الطلبه اللي تروح المدرسه منظر بس، انما هو ايه ركز كل تركيزه على الدرس، مدرس في الدرس بيتابعه ويديله واجب اديله واجب، وتاني يوم الحصه اللي بعدها ارجعها اصحح الواجب خلاص. اما انت في المدرسه بقى ما تضربوش الطلبه، ما تدوش واجبات كتير، يوم الخميس ده طبعا ده الكلام ده قبل ما انا اسافر يعني من 13-14 سنه، يوم الخميس والجمعه ريح الطلب ما تدوش اي واجبات، فاصبح انت هنا ما دور المدرسه ما بيبقاش مؤثر. ايوه اما انا في الدرس كنت اما ادرس العيل ادي له واجب واجي اضربه عليه لو ما حلش، لازم الطالب يعني يبقى عنده التعامل المدرس واهتمامه مختلف تماما، والطالب بالتالي احترامه للمدرس والاهل كمان والاهل كان في بيبقى احيانا علاقات اسريه. يعني الناس نفسها بتيجي تسال الولد عامل ايه وتشد عليه، اهتمام الاهل نفسهم وحضورهم اجتماعات. اما في المدرسه لو انا هضرب طالب ممكن يعمل لي مشكله، ممكن كان يشتكيني في الشرطه ولا، طب انا يعني لما توصل الوضع لكده طب ليه انت ما حاولتش تغير وتبدا من نفسك وتقول لا انا مش هدي دروس
يعني انت اعترفت انك بتدي دروس؟ ايوه كنت بدي. ولا ده كلام مش واقعي؟ لا كنت بدي. يا لا كلامي انا مش واقعي ان انا اقول لك ابدا بنفسك؟ انا هقول لك شايف احمد انه مش واقعي؟ انا هاجي لك دلوقتي. أنا انت قصه يا احمد. انا اقول لك حاجه، انا متعين سنه 90. ايوه. كنت باخد كام؟ حاجه بسيطه جدا. اقول ولا بلاش؟ يعني قول. 72 جنيه اول ما تعينت. والله اول ما اجرت شقه، اجرت شقه ب 90 جنيه. تفتكر عايش منين؟ ده كده يعني ايجار اكتر من ال... يعني ده من غير بقى 90. مستلزمات الحياه كلها الثانيه. شقه 90 وايجار ب 72 ومرتب 72 هيعمل معاك ايه؟ ولا حاجه. بس مستحيله يعني. فادي ادي ده. وانت يا احمد شايف بقى ليه ان انا كلامي مش واقعي بقى؟ لا ما انا سامع القصه دي قبل كده. عارف قصه 72 جنيه دي؟ انا اقول لحضرتك حاجه يعني. يعني احنا احنا اللي نسبق مفروض ولا السعوديه؟ يعني المفروض مصر تبقى متقدمه احسن من السعوديه مثلا كدوله. انت لما بتقارن النظام التعليمي هنا ماشي، هم هناك برضو مش يعني التعليم هناك كويس اه، بس الطلبه اللي ما عندهاش الدافعيه قوي ماشي على هنا، على عكس هنا، هنا اولياء الامور مهتمه قوي. ايوه هناك يعني عادي شهاده كده وخلاص، عايز ينجح ويقدر ممكن مثلا الدوله برضه عايزه تمشي وعايزه تنتج وكل حاجه، بس الطالب ما دام عارف ان هو ممكن يقدر يشتغل باي شهاده، ممكن ممكن لو واخد ثالث متوسط ثالث اعدادي يعني ممكن يشتغل متوسط يعني. فهناك المدرس بياخد مرتب كويس اول ما يتعين، فممكن يبقى هو من منطقه ويتعين في منطقه على بعد 2000 كيلو من بيته ولا 1000 ونص كيلو. يعني هيعيش ازاي اذا ما كانش المرتب يكفيه؟ ايوه ياخد ايجار وسكن ويجيب له عربيه ويعني فالموضوع مختلف. آه طب الموضوع مختلف عن مصر هناك. ايوه طب انت انت ليك راي في مشكله التعليم يا احمد؟ اسمعه انا من خلال تجربتك، رغم انها انا عارفه انها تجربه مختلفه وعقباتك كانت من نوع مختلف، لكن انا واثقه ان عقليه زيك ليها رؤيه برضو في قصه التعليم، مشكله التعليم وما عندنا. لا صراحه شبه فكره بابا، لان هي يعني هو ده الواقع فعلا، يعني مشكله المدرس وغير كده الطلاب برضو يعني خلاص خدوا يعني خلاص. وبعدين غير كده في حاجه صحيح كمان، ان طبعا الناس خلاص خدت ان يعني ايه عايز اخش الكليه وخلاص، يعني هي ثالثه ثانوي ده يعني سيب السنين كلها واركز في ثالثه وعشان اخش كليه اي كليه قمه وخلاص، يعني الناس بقت تستحقر بقيه الكليات دي. طب برضه انت يعني بمناسبه كليات القمه يعني رايك ايه؟ رايك ان لازم كل الناس يبقوا خريجي كليات القمه، ولا ان مصر محتاجه ان احنا نغير؟ وانا اسمع رايك بقى، شاركينا في الحوار. لو وفرنا فرص عمل يعني الخريجين دول يعني حتى لو واخد دبلوم وهيخرج يشتغل، والله هتلاقيهم مش عايزين ابدا يكملوا تعليم عالي ولا حاجه، هتلاقي كل الناس ملتجه ان هي طالما هتخرج تلاقي في مجال الشغل، مش هيخش الا اللي حابب التعليم العالي. لو بدبلوم مش هتقول لا. يعني انت شايفه ان هو لو فعلا ضامن انه يلاقي شغل كتير ممكن يبقى خريج اي حاجه غير كليات القمه، كليات لو فنيه، معاهد، دبلومات بس افتح لهم مجال للشغل. يخش الكليات دي للناس اللي يعني حباها، لان دلوقتي الناس يعني تلاقي انا بشوف الناس في البلد عندنا وفي بره في اي حته تحس تكالب في موضوع الثانويه ده، وصرف بشكل فظيع ودرس واثنين وثلاثه ومذكرات وكتب وحاجه وحشه جدا، يعني لدرجه ان الطالب شبه اصلا ما بيعتمدش على نفسه، يعني عايز يتحفظ المعلومه اللي هيخش يعمل بيها. وعشان كده التسريبات والحاجات دي عملت الدوشه بتاعتها. يعني عملت معاك دوشه قصه التسريبات انا بقى لك ازمه ولا كنت انا طبعا ما يعني ما تابعتش بس السنه دي كان كويس، تابعت يعني. بس كمتابع يعني من بعد اللجنه كده احيانا بشوف حاجات كده، بس طبعا يعني بتضايق ان مثلا يعني بتضايق ان ممكن عيل يطلع ما يبقاش ما يخش مكان في مش مكانه. ممكن يعني تلاقي واحد يعني غير كده، هتلاقي المجتمع طالع فيه ناس مش في موقعها الصحيح. انت عشان ملتزم فبتتقبل كل السلبيات دي، بتتأذى يعني وانت بتتابعها. طب انا عايز الازهر السنه دي كان دور حلو. ده غير يعني لا موضوع الموضوع ان هو شادد على الطلبه في الامتحانات وتفتيش على طول وما فيش موبايلات، وحتى المراقبين كانوا بيتفتشوا وكانوا بتاخد منهم موبايلات. انا عندي خالاتي كانوا في المراقبه، واحمد لولا ان هو كان اللجان مشدوده السنه دي في الازهر كان ممكن ما يعرفش يجيب النتيجه دي.
ايوه انا كنت خايفه عليه يعني جدا. انت شايفه ان اللجان لما يكون فيها رقابه فعلا وده بيبقى عدل لصالح الطالب المتفوق في المزاج وبيقدر يركز وبيقدر ياخد حقه في النتيجه. مش العيال ما خدتش حقها، زعلتني كتير يعني، عيال عدت قوي ما تستحقش. وفي بقى والعيال في طلاب طبعا اتظلموا لانهم في طلاب في, 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 في لما بيبقى في دربكه في اللجنه خلاص ما يقدرش يعمل حاجه، ما يقدرش يحل، خلاص دماغه بتندوش خلاص. لا والطلبه بقت متجهه انها تدور على التسريبات وما تشوفش الامتحان. شوف حضرتك كده، الطالب دايما يدور على السهل. اذا انا سيبت اللجنه خلاص هتلاقي الطالب تفكيره اتشل خلاص، ويفكر على ياخد المعلومه سهله من الـ لا وبعدين بيحصل حاله لخبطه. انا المعلومات اللي بتطير قدامي بتسبب حاله من حاله اللخبطه. يعني الطالب المذاكر بيتلخبط. وبعدين حتى الشده يعني حتى الطالب الضعيف بيضطر ان يذاكر حاجه في البيت يعني أكيد طبعًا. يراجع لو مثلا الطالب المتوسط يبدا حتى ياخد الدرجه القريبه من درجته وما ينقصش قوي ولا يزيد قوي. ايوه طب استاذه ليلى، عايزه يعني مش اوجه رساله لكل ام بتمر بظروف او عندها ابن عنده عقبات زي احمد، الحياه ما مشيتش معاه سهله من الاول، بذل مجهود، كان الاراده لعبت دور جامد. استعديت ازاي للدور ده وتقولي لها ايه تستعد للدور ده ازاي؟ وبعدين انا ملاحظه حاجه جميله جدا ان انت بتتعاملي مع احمد طبيعي جدا. يعني عادي. ايوه احمد اصلا انا من صغره وانا عودته ان هو يعتمد على نفسه، حتى لما كان اي حاجه محتاجها او كده يطلع حاجه، هدومه وجزمته مش عارفه اقول له هطلعها يا هات هانت. يعني تعمدتي يعني خليه يعتمد على نفسه من ما انا مش هعيش له ولا هتنيني قاعده جنبه على طول، وبعدين هيضطر بعد كده يروح مثلا دلوقتي هو عايز يروح كليه الازهر في القاهره، احنا في القليوبيه. طب هيقدر هتقدر تعيش؟ مش خايف من تجربه؟ مش خايف يعني انك تعيش لوحدك كمن ناحيه جوه البيت هيبقى طبعا او المسكن يعني هيبقى عادي بسيط بالنسبه ليا، ومعايا مثلا صاحبي والزمايل اللي هعرفهم وكده هتبقى ان شاء الله الدنيا كويسه يعني. طب بالنسبه بقى للتنقلات عادي؟ ما دي بقى يبقى معايا مصطفى ان شاء الله، يبقى معايا زمايل مثلا اعرفهم الكليه ان شاء الله وكده. ايوه انت مش قلقانه من التجربه دي؟ انا قلقانه. اول مره احمد يبعد مش كده؟ انا خايفه عليه برضو شويه لكن يعني شايفه انها تستحق ان شاء الله ربنا يكرمه. وبعدين شيخ الازهر لما اتصل بينا يعني قال لي ما تقلقيش عليه، واحنا شيخ الازهر اتكلم كتهنئه وتشجيع يعني. هو اللي قال لنا ما هو اللي خبر اصلا اول اللي بيخبره طبعا شيخ الازهر. ايوه هو اللي بلغكم الخبر. هو اللي كلمنا بارك لنا وقال لي احمد يعني ما شاء الله اكيد متميز وكده وشاطر فده شجعك ان انت تسيبيه ينزل ويكمل بقى ان شاء الله باذن الله طريق. لا ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمه، بس برضو يعني قلب الام بقى قلقان عليه برضو. يعني النصيحه الاساسيه ان كل ام حتى لو ابنها في الظروف دي تسيبه يعتمد على نفسه، ما تحسسوش ان هو على طول محتاج لحد. انت عودتيه على كده من صغره. ايوه ده انا كان بيسيبني العب على طول. ايوه اساليه كان بيلعب بالعجله في الشارع كمان كانوا بيشكوا ان هو بيبقى شايف ايه موضوع العجله عادي كده كان العجله بتنزل بالعجله في الشارع. هو الشارع كان هادي يعني كان ده كان لسه صغير ايوه العجلة الصغيرة بقى من ثلاث عجلات دي، حتى جيراننا قالوا لنا جم قالوا لي هو بيشوف لا حاولتي ان انت تخليه يعيش الطفولة على قد ما يقدر. عشتها وجريء برضه. ان انت حاجة نقصتك او ان انت مختلف قوي؟ لا انا كنت قرد يعني معنى قرد ازاي بقى؟ كنت بتعمل ايه غير العجلة؟ كورة، مكعبات، تنطيط، غير ان انا طبعا كان اصل احنا كنا هناك ما بنخرجش كتير، فانا كنت مع اخواتي دايما بقى وشيل ولعب وضحك وتنطيط يعني هم بالفيديو مصورينك بالفيديو كتير كتير. حتى هو لما شيخ الازهر اتصل كنت انا فوق السطح فجاب جايب لي التليفون طالع يجري بيقول له بالراحه بالراحه. هو حاسس ان علاقه بقى البنات بيه يعني البنات واخدين نفس الاهتمام واخدين نفس التفوق في الدراسه ولا احمد لا مختلف يعني في الموضوع ده؟ لا هم شاطرين مش وحشين يعني، بس احمد برضه متفوق اكتر بس
يعني آية على طول أخته الكبيرة، هما أصحاب يعني على طول مع بعض في الرايحة والجاية، حتى هي اللي بتاخده على طول معاها كده رايحين جايين، ساعات ألاقيهم قاعدين مع بعض وشغالين، خلاص قوموا بقى يحكوا مع بعض ويرغوا كتير. أيوة. وهو يعني يقعد يحكي الآية كتير يعني، وآية تحكي. ليك يا أحمد مثل أعلى، قدوة؟ كان زمان الجيل يعني على الأقل بتاعنا كان بيبقى لينا دايما لازم المثل الأعلى، الحلم اللي عايزين نبقى زيه، أو الشخصية اللي عايزين نقرب ونبقى زيها. ليك حد كده؟ يعني أنا والله مش يعني ما بحددش شخص معين في نفسي يعني، لكن أنا يعني أي شخص كده يعني بيعجبني علمه، بيعجبني تفوقه، بيعجبني مثلا سواء قديم أو حديث أو كده، يعني أحب يعني أحب إن أكون زيه، ممكن يعني أتمنى إن أكون زيه كده والصورة من زيه أو أفضل كمان يعني إن شاء الله كده. إن شاء الله. دايما يحب يعرف سيرة العلماء زي الشيخ الشعراوي، الشيخ عبد الصمد. بتستلهم حاجات ومعاني قوي البرامج. بصي اذاعه القران ما بتتقفلش من عنده ليل ونهار، حتى هو نايم شغالها، حافظ البرامج اللي بتيجي وبيهتم بقى، يهتم. هو اصلا شغوف من العلم قوي قوي يعني، يفتح الكمبيوتر يعني مثلا كتب الامهات، الكتب بقى الكبيره اللي هي الاصول بقى، الكتب اللي هو بياخدها بالازهر، يدور على الكتب ويقرا فيها كتير على طول. أيوة. على طول ما بي هو والكمبيوتر اصحاب. انا شايفاك انت ممكن تكون المثل الاعلى لشباب يعني. كتير شباب ممكن ما يكونش عندهم العقبات اللي عندك، المشكلات اللي عندك، رغم كده هم مش راضين، معظم الشباب دلوقتي مش راضي، بيشتكي سواء بقى من دراسه او غير دراسه. انا شايفه ان بالعكس شباب كتير ممكن ياخدوك انت قدوه. هي المشكله مش في كده، لا مش مشكله قدوه، المشكله يعني هم في يعني في حاجه اللي هي طبعا يعني ان نظرتهم ضيقه، نظرتهم ضيقه يعني ما بيبصش لبعيد وما بيبصش ويحس ان هو ملوش لازمه يعني بمعنى اصح. وغير كده طبعا برضو انه يعني شايف هنا العيب عليه ولا العيب على المجتمع ولا العيب على التنشئه والاسره والاهل ولا كله العيب طبعا على كله هو. بس في الاول والاخير الانسان عايز يعمل حاجه يعني يستعين بالله. الاراده بقى هنا ولا ايه؟ الاراده يقدر يعمل اللي عايزه طبعا. بشكرك يا احمد، بقول لك مره تانية انت قدوه فعلا، انت الهمتنا معاني كتيره جدا. ومبروك، الف مبروك. وانا متاكده ان شاء الله ان انت هتحقق تقريبا كل احلامك وطموحاتك ان شاء الله. يعني انا بشكرك فعلا، انت برضو الهمتينا حاجات كتير جدا، ويعني بهنيكي وبقول لك مبروك. نفس الشيء للوالد لحضرتك استاذ ناصر. وبشكر مشاهدينا على متابعتهم لينا، وإلى اللقاء إن شاء الله في نفس ميعادنا الأسبوع القادم، أسرة جديدة وحلقة جديدة من بيت العيلة.